صعيبه يا عيني في الحين كتي بس وكتولي صعيبه على ما نوصل للدار هالطبعه غتي بس وقال تصبين وحدها ما غتحيدش يبسات لازم نفرق قبل ما نديرها في قال تصبين يبسات ضروري نفرق القضاء على الطبيعه اللي يبسات قال تصبين ولا فريك اوتوماتيك الجديد كيتعاهد بهال أوموماتيك الجديد بتركيبته المتطورة بالحبيبات الزرقاء يقضي نهائيا وبدون فريك على الطبيعة الصعبة وحتى اليابسة عكس مساحيق أخرى عادية أوموماتيك الجديد بالحبيبات الزرقاء هو الوحيد اللي كيعطيك هاد النظافة في آلة تصبير وحدها وبدون فريك أوموماتيك جديد على الطبيعة الصعبة قوي وشديد